السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم حافظ الراجي وين يهدر وين يتكلم على المبلغ تاع 280 مليار سنتيم، وين قال مخصص يعني للرياضيين الجزائريين كان زاهد جدا. حنا تبانا باللي بزاف، لكن كي تشوف يعني التحضيرات ولازم تحضيرات والإقامة تاعهم كاين بزاف أمور، لكن أنا والله ما جيت نهدر على بلايلي ولا نهدر من نهدر، لا أنا جيت نهدر ذاك في زوين، ذاك الخاين تاع في زوين معصوب ويهضروا به ويقول لك من لا هذو العصابة، هذه عصابة تاع اليوتيوب ماشي عصابة، يعني كلاب أيادي وسيخة جايبين وجايبين. قال لك الخبير مسمينو خبير في زوين، خوين الدرام تاع البيسيكلاتات مسمينو الخبير. انا واحد قال لي نتاك تهضر علي، هذا هضر عليك، اي هضر على الجزائر، هادو اللي يزرعوا الفتنه في الجزائر، هادو خونا خونوا وبيجي يرد روحو عندي انايا سوديسي، هو خائن هذا في زوين، يعني يتكلم مع واحد خائن صبابيط اللي خونا البيسيكلاتات، يتكلم مع واحد خائن صبابيط، يتكلم مع واحد يعني بايع نفسه الاسبانيولي، يتكلم مع واحد مهرج، يعني مهرج خائن، مهرج يعني عنده أفكار ضد الجزائر. هذه قال لك 280 مليار سنتيم، يعني مبلغ زهيد مقارنة بالمبالغ التي خصصتها الدول الكبرى لرياضيها. يعني كان يقول لك خلص على يجوا يخلعوا الغاشي. هذو الناس هذو أنا ما يهدروش على مدرب خمس سنين أدى قرابة 18 مليون أورو. على ما يهدروش على اتحادية 2017-2018-2019-2020 ربع سنين اداو كملوا 1888 مليار وخلاو 800 مليار كريدي في الاتحادية بلا يعني الاندية الاخرى تاع الغرامات صوالح كاين بزاف امور. انا ما يهدروش عليها، انا ما يهدروش على العصابة اللي راهي متابعة قضائيا. هذا العصابة أنا نقول لكم راكم في شين عند اللي يحرقوا الناس، راكم في شين، ما عندكم وين تهربوا، راكم تحاولوا كيفاش تهربوا، ما عندكم كي تهربوا، راكم متبعين، راكم تخرج من دارك يتبعوك حتى اللي تروح تخدم تعاود تولي دارك، راكم متبوعين ما عندكم وين تروحوا. أنا نقول لكم راكم متبوعين واحد 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 واحد، هذه هي. وين حاولتوا في الايام الاخيره باش تهربوا للمغرب، ومن المغرب تروحوا لتونس، تروحوا لاسبانيا، والو ما كاش ما عطوكتوش. على هذيك انا نقول لكم وهذو هذاك في زوين اب الروحي للخونه في السبور تاع الجزائر، هو الاب الروحي للخونه في السبور تاع الجزائر باش يكون على بالكم. اليوم جاي زعما كيكشف في حاجه قال لكم 280 مليار، انت انا كلكم تهضروا مقبل هضرتوا على عصابه تاع كره قدم، ومن بعد خرجتوا وليتوا تهضروا على الدراهم. انا نجي معاكم نقول لك والله لا يكشفوا حقائق، والله ما على بالهم كما قالوا معزوزي، قال انا كوريكت هاو كوريكت يا سي معزوزي، هاو هضر على اصحابك هاو كوريكت، انت يا كوريكت في جهه واحده. ويعتبر الاعلامي والمعلق الجزائري حافظ الراجي المبلغ المخصص لتحضير يعني الرياضيين الجزائريين المشاركين في الاولمبياد باريس 2024 والمقدره ب 280 مليار سنتيم بالمبلغ الزهيد مقارنه بالمبالغ التي خصصتها الدول الكبرى في لرياضيها. يعني روات تقول حنا تربص تاع منتخب وطني، تربص كي يديروا تربص في قطر، كانوا يديروا في قطر يلقام 30 مليار 35 مليار، تربص بين زوج تربصات يلقاموا حتى 40 مليار، كانت الناس تديها. هاو غادي يكشفوا لكم امور، يكشفوا لكم بعض الحسابات، وانتم ما تهدروش. تربص تاع 5 ايام ولا 6 ايام كانوا ياكلوا حتى 35 مليار، كانوا عاطينهم شيك بلون يماركو كي يبغوا. هاو ما تهدروش من قبل، احنا ماشي باغيين نهدروا، ساكتين. أنا قالوا العدالة إن شاء الله بربي الطرطقة هذا مكان. وقال الراجي فيما قال له نشر أمس على مواقع الجزائرية بعض الألسنة والأقلام في تعليقها
على تكلفة التحضيرات راحت تستنكر يعني على تستكثر على الرياضيين يعني مبلغ 280 مليار سنتيم الذي يعادل 15 مليون دولار بالعملة الصعبة كما اعتبرت الراجل مبلغ به الزهيد ويمثل تكلفة استثمار في ميدالية ذهبية أولمبية واحدة. عرفتوا كيفاش الناس اللي تهدر خاطش عليها خرج لك في زوين خرج هذيك شينوية خرج وكاع الناس أو 200 شنو عند الناس. عرفتوا كيفاش كما اعتبر الراجل مبلغ الزهيد ويمثل تكلفة استثمار في ميدالية ذهبية أولمبية واحدة في الولايات المتحدة الأمريكية ومبلغ يعني ومبالغ يعني يقول بكثير من الراتب الذي تقاضاه المدرب المنتخب الجزائري السابق على مدى 5 سنوات ولا يمثل شيئا بالنسبة لبلد من حجم الجزائر مطالب بالاتفاق على شبابه في مجالات الرياضية والثقافة والترفيهية مثلما ينفق في مختلف المجالات. وفي معرض حديث تطرق معلق قنوات بي اسبورت القطرية إلى الجدال الذي أثرته ألبسة الرسمية قائلا آثار اللون الأزرق للألبسة استعراضية للوفد الجزائري كثير من الغلط اعتقاد من أصحابه أنه يرمز إلى لون مستعمر فرنسي وكأنه حكم على فرنسا رغم أن الألبسة التي وفرتها شركة بيك صينية مجانا للوفد الجزائري تحتوي ألوان عديدة ترمز إلى الثراء والتنوع الحضري والثقافي والفكري والذي تسخر به بلدنا. هذه وين هذيك العصابة هذاك عمكم يجي مالك شنوية في زوين هذوك وين ولاو يتهموا في الدولة الجزائرية ولاو يتهموا بأنهم مازالوا مستعمرين. وأضاف الألبسة ترمز أيضا لألوان العالم الأولمبي والذي يتألم من 5 حلقات متشابكة على خلفية البيضاء تمثل القارة 5 بالألوان مختلفة تجمع بين الأزرق والأسود والأصفر والأحمر والأخضر. رغم توضيحات أمين العام للجنة الأولمبية الجزائرية يقول دراجي خلال ندوته الصحفية حول ألوان الألبسة وتكلفة التحضيرات إلى أن الانتقادات لم تتوقف مما أثر على معنويات الرياضيين والمؤطرين الذين لم يجدوا الدعم اللازم من أسرة الإعلام حسبه. وختم عبيد الراجي مقاله بالقول المال والألوان يعني والمنزبة كبيرة لكن الميت فار لا يستحق منا كل هذا الجدال والنقاش إلا إذ لم يكن بمقدورنا مناقشة أفكار ومشاريع والأفعال بدل من الحكم على النوايا وتفسيرها على أهوائهم لغرض في نفس يعقوب. صح ولاو هما كي ولاو يهضروا هما ولاو يهضروا الألوان يهضروا من وخرج أمين العام وهضروا وقال اش كاين خرجوا وراحوا جابوا الشاك وليك شخر نورمال هذيك على بالنا بها في زوين. هذه تاع ميتين ميكاني الآخر يقول لك خابر 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 في زوين خابر خاين خابر متابع قضائي خابر في زوين في زوين خابر راكم ملاح ياه في زوين والله ما فهمناكم كاع في زوين خابر خاين خاين بيسكلتا تاع بيسكلتا تاع قال لك خابر ثورة متابعة دار محامي دار ذكي عمكم هشام العريضة قال لك تعموه داروا له عملوا له محامي محسوب عادي والله لا محسوب عادي محسوب انتوما محسوب حاجة كبيرة كاع والله في زوين جا يجري ولك في زوين قال لك وغاي بالك في زوين يهضر وخاي ما تريد تسمو خاي.
ما تنساوش عطونا جيم كومنتير وبارطاجونا لي فيديو، وان شاء الله دائما معكم بجديد، وتفعيل الجرس، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم.